لما حد يكلمني النهارده واحنا بنواهب ما انجزناه في قانون القيمه المضافه، يجي يقول لي احنا عندنا مشاكل في قيمه القيمه المضافه. مشاكل ايه؟ مشاكل ايه اللي نقابه محامين مصر عطلت قانون القيمه المضافه؟ احنا اللي عطلناه فيما يخص المحامين. وتعالوا بالورقه والقلم نشوف عطلناهم ازاي. احنا في القانون ده في ثلاث جرائم. اللي ما يقدمش اقرار جريمه، اللي ما يسجلش نفسه جريمه، اللي ما يدفعش 10% من دخله عن كل قضيه جريمه. احنا عملنا ايه النهارده؟ انت بتدفع عند المنبع وبتدفع مبلغ مقدر حكما، لا هو 10% ولا 1% حتى، بتدفع 20 جزئي و40 ابتدائي و60 استئناف. اذا انت خرجت من دائره التقسيم. اثنين، انت مش مطالب انك تسجل نفسك ولا انك تقدم اقرار شهري ما دمت بتدفع عند قيد الدعوه. اي حد يقول لك هذا الكلام بيضحك عليك ونصاب. وانا بقول لك اهو، احنا بقالنا 3 سنين بنتعامل مع هذا القانون، لم يقدم محامي في مصر بتهمه انه ما سجلش نفسه، ولا بتهمه انه ما قدمش اقرار، ولا بتهمه انه ما دفعش 10%. ده الدليل العملي. ما تقوليش احنا فينا، ما تقوليش كده. عيب ان واحد فينا موظف يفرض نفسه عليكم وتقبلوا هذا الفرض. احنا هنحاسبه وهنواجهه وهنعاقبه، لكن انا ما اقدرش اقول لمحامي راح سجل نفسه واقول له ما سجلش نفسه ليه؟ واحد يقول لك ايه ده، بعتوا لنا وسجلونا. ايه الخوف والرعب اللي انت فيه ده؟ مسجلك هو، انت سجلك يعني ايه؟ سجلك يعني ايه؟ ما انت مسجل. انت اصلا ملفك هناك موجود في الضرائب، بياناتك واسمك ومحل اقامتك مسجل، اقرارك السنوي بالدخل مسجل. بتكلمني تسجيل ايه؟ يا اخوانا انتوا محامين كبار، ما ينفعش حد يخدعكم ويوهمكم بالخوف. احنا ما بنخافش. وبقول لك سامع عاشور ما سجلش وما قدمش اقرار. وبقول لك القانون بيحميني، والاتفاقيه والبروتوكول اللي احنا عملناه مع وزاره العدل ومع وزاره الماليه بيحمينا في اللي احنا وصلنا اليه. لكن ده مش معناه احنا مش هنقدر ننهي نوقف قانون صدر، لكن نقدر نتعامل معاه. احنا طعنين امام المحكمه الدستوريه النهارده، والمحكمه الدستوريه في هيئه المفاوضين، وقريبا اما ان تقضي بعدم الدستوريه وده الارجح، واما ان ترفض. اذا قضت بعدم الدستوريه خلصنا. ما قضتش بعدم الدستوريه يبقى احنا نجحنا في ان احنا نضع خريطه طريق مخففه للمحامين دونا عن باقي النقابات المهنيه، دونا عن باقي النقابات المهنيه. احنا اميز مش اضعف. انتوا بتاخدوا عناصر القوه اللي معاكم والمكسب اللي انتوا حصلتوا عليه وتحولوه الى هزيمه. لا 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 لا، ما ينفعش حد يقول لك انا سجلتك اخاف، انا هحبسك تخاف. محامي ما بيخافش، انا ما بعرفش محامين بتخاف. لما حد يكلمنا عن خدماتنا، احنا ما تاخرناش لقينا بالذات عن طلبات، كل طلباتها المستحقه استوفيناها بما فيها ما يكانت كل المحاكم. احنا متطلعين بوضع خطه مش بس فينا، على مستوى الجمهوريه، انه هتبقى غرفه المحامين فيها شاشه. الشاشه دي مسجل عليها رول كل جلسه، بحيث انت قاعد في مكانك زي الباشا بتعرف الرول بتاعك فين، فتنتقل الجلسه بتاعتك لما تقرب لجلستك. فده هيتعمم على مستوى محاكم هنا وعلى مستوى محاكم الجمهوريه باذن الله، من غير ما نقول انه حد متميز عن حد. احنا مش هنتراجع عن ده ولا عن ما اديناه لصالح المحامين.